بكم. عرفت اليمن الاتصالات السلكية في العام 1870 عبر مد أول كابل بحري للاتصالات بين مدينة عدن وموباي الهندية، تلاه مد عدة كابلات أخرى بين عدن وعواصم آسيا وشرق أفريقيا وجزر المحيط الهندي ثم أستراليا. في العام 1951 توسع قطاع الاتصالات في نظام اللاسلكي، حيث تم إنشاء شبكة من نظام الهوائيات وإنشاء دوائر تلغرافية لاسلكية جديدة بين اليمن ودول العالم. تأسست شركة اليمن في 1990 بالشراكة بين الحكومة وشركة البرق واللاسلكي البريطانية لتنجز اليمن بعدها مشروع مد كابل الألياف البصرية عبر البحر بين اليمن وجيبوتي، وآخر يربط البلاد بدول الخليج في العام 1996. دشنت خدمة الإنترنت الثابت في اليمن من قبل المؤسسة العامة للاتصالات وشركة يمن نت في العام 1996 قبل أن تعرف البلاد ظهور شركة سبافون، وهي أول شركة اتصالات نقالة خاصة في العام 2001. عقب ذلك حصول شركة سبستيل على ترخيص الحكومة لتقديم خدماتها باليمن في أغسطس 2001، يلحقها بعد 3 سنوات تأسيس شركة يمن موبايل كشركة تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات في سبتمبر 2004، ثم شركة واي كرابع شركة الاتصالات في اليمن. بدأ الصراع الفعلي على قطاع الاتصالات في اليمن عقب أشهر من اندلاع الحرب وسيطرة الجماعة الحوثي على القطاع، لتلجأ الحكومة إلى تدشين شركة عدن نت في 2018، عقبها دخول شركات جديدة كشركة يو التي دشنت خدماتها في اليمن في عام 2022 كبديل لشركة MTN. أثرت الحرب على قطاع الاتصالات بإلحاق أضرار كبيرة للبنية التحتية وخسائر قدرت بالمليارات، إلى جانب هيمنة جماعة الحوثي على شركات الاتصالات في صنعاء، لتلجأ شركة سبافون إلى نقل مقرها إلى عدن وتدشين خدماتها من المدينة. بدأت محاولات الهيمنة على قطاع الاتصالات في مرحلة مبكرة من عمر الحرب مع نشر تقارير تتحدث عن إنشاء شركة اتصالات خاصة تابعة للإمارات في سقطرة في العام 2017، قبل أن تعقد أبو ظبي اتفاقية مع الحكومة في أواخر العام الماضي لإنشاء شركة اتصالات خاصة في اليمن.